محروس، ازيك يا وليه؟ هاتي هاتي. انت فين؟ ازيك؟ الحمد لله. فين بقالك يومين؟ ده اللبن خلصان من عندنا. ما تاخذينيش يا ام الدكتوره، كنت تعبانه شويه. عايزه قد ايه لبن؟ كيلو؟ سيبك من اللبن والقشطه دلوقتي يا وش السعد. قوليلي عملتي ايه في الموضوع اللي كنت كلمتك عنه؟ تعالي تعالي هقولك. صلي على النبي. اللهم صلي عليك يا نبي. ام محروس مورده اللبن والقشطه عندنا في المنطقه، كهينه لئيمه فيها تطش من نجمه ابراهيم، بس بنت حلال والله. مش محتاجه على فكره، جوزها عنده بسم الله ما شاء الله 3 تكاتك دايرين في شبرا زي البراغيث ليل نهار. موضوع اللبن ده زي ما تقولوا كده غطى لمهمتها الحقيقيه، التقريب بين الناس. ام محروس كونكتنج بيبول، يعني تعرف مثلا الشقه دي فضايح الشقه دي، العماره دي قصص العماره دي. ماما شخصيا بتعتبرها اهم اختراع عرفته البشريه بعد الانترنت على طول، ويمكن كمان اهم من الانترنت. الانترنت مش هيقول لك ازاي تعمل رز بلبن. على مهلك يا غالي. الله يخليك يا رب ويسعدك يا رب. يا رب من بقك لباب السماء على خير يا رب. جاه النبي يا رب. باب يا رب النبي. استني يا اختي، استني، النبي تستاهلي كل خير. الله يخليك ويسعدك يا حبيبتي. السلامة يا اختي. السلام عليك يا حبيبتي. على مهلك وانت ماشية. السلام. ماما تعيطي ليه يا حبيبتي؟ قالت لك ايه الولايه دي؟ انا ما برتاح لهاش، دي مريبه. قالت لك ايه يا حبيبتي؟ ما بترتاحي لهاش؟ ده دي اللي هتبقى ادم السعد والهنا عليكي. جايبه لك عريس يا نونو. ام محروس؟ ام محروس تجيب لنا عريس يا ماما؟ هي حصلت لام محروس؟ مالها ام محروس؟ كوخه ام محروس، ما احنا جربنا معاكي طوب الارض وجيران الجيران واصحاب الصحاب، ما حدش نافع. هديكي بتقولي فيها يا ماما؟ طالما الناس المثقفة المتعلمة ما عرفتش تعمل حاجة، عملوا زي النايب بتاعنا في مجلس الشعب، الأول وعود وفي الآخر فضايح، تبقى أم محروس هي اللي هتجيب نتيجة يا ماما؟ أم محروس؟ إيه ده؟ طب أنا هقول لها بقى أشوف عروسة تانية للدكتورة أبو عيادة. أنا سمعت حاجة غريبة. إرادة؟ سيادة؟ إيه؟ سمرت كده ليه لما سمعت كلمة عيادة؟ عيادة؟ ابدا يا ماما، لا 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 ابدا، مش النظريه يعني، هو المهم عندي الشخص. اصل انا مش هتجوز عياده. وتتجوزي دكان مزين كمان. انا خلاص تعبت منك، اتخنقت. خلاص يا ستي خلاص، ما تهديش في نفسيتك قوي كده. دكان مزين، خلاص نتجوز العياده، احنا ورانا ايه يعني؟ اهو كده تعد لي. وده هيجي امتى بقى ان شاء الله؟ مش هيجي، احنا اللي هنروح له. احنا اللي هنروح له؟ مش هو اللي هيجي؟ احنا اللي هنروح له. هنروح له امتى؟ امتى؟ عجباني الفكره، هنروح له امتى؟ بكره؟ بكره. بكره ده ايه؟ النهارده بالليل هنكون عنده. هنروح له. احنا اللي هنروح له. اخيرا يا علا. اخيرا هتبقي على الشط التاني. وهو اللي مستني وقلقان. ويا سلام عليه بقى وهو واقف مشمر البنطلون، وهاتك يا مسح وهاتك يا نضيف في العياده.